صباح الخير يا دكتور هشام. احنا دلوقتي الساعة 8 الا ربع وداخلين الشقة عندك. هنستعرض دلوقتي اللي تم بالنسبة لأعمال الكهرباء بالأمس. احنا داخلين دلوقتي على أوضة النوم. طبعا أول حاجة كان بعد الهدم كان في هنا نقطة توصيل زي ما احنا شايفين، تم استعدادها واستكمال المسار اللي هيغذي بقية شبكة الكهرباء. ده تم استعداله وإصلاحه بالأمس وإجراء عمل التوصيلات اللازمة، وتم أيضا عمل نقطة إضافية عشان يبقى في مصدر كهرباء جنب التسريحة إذا فرض إنها اتحطت في هذا المكان. تمام. وفي النقطة الثالثة بالنسبة للسقف أو عمل توصيل للخرطوم واستكمال شبكة التيار الكهربي في هذه الجزئية. طبعا كان في بواط وجزء اللي هو مرمي على الأرض هنا أهوت، ده تم فصله وإلغائه نهائيا لأن ما عندوش أي وظيفة في الحيط. هنيجي بالنسبة للسقف، النقطة ديت لا معنى ولا وجود لها، تم إلغائها. هيبقى عندك نقطتين خاصين بالإضاءة في الأوضة. آدي مصدر هنا هتقدر تعلق عليه نجفة أو مصدر إضاءة شديد زي ما أنت عايز، وآدي النقطة الثانية. طبعا زي ما أنت شايف السلك متوصل وفي لمبة، عشان كنا بنعمل عملية اختبارات للأسلاك إمبارح. دي التعديلات اللي تمت بالنسبة لغرفة أوضة النوم. طبعا في بعض الأطراف اللي اتسحبت من أول وجديد نظرا لوجود خلل في الأسلاك داخل الحيطة. طبعا بتتدكك في المعصير بسوستة. تمام. كل النقط وكل الأطراف زي ما أنت شايف بتعمل عليها اختبارات وتجربت باللمض، ومتأكدين تماما إن كل شبكة الكهرباء شغالة. طبعا إحنا بنفصل الغطاء بتاع البواط ده، بنرجع نركبه تاني بعد أعمال الدهان، عشان لو الدهن عليه اتعمل واتخلع بيبقى شكله سيء. ايوه، ادي النقطه ديت اهيت باينه هنا، اطراف الكهرباء ظاهره واضحه فيه. طيب طبعا اللي اتعمل فوق، وادي مصدر للتلفزيون، ادي موجود اهوت مصدر بتاع التلفزيون، مفيش فيه اي مشكله تحط على التلفزيون هنا تتفرج عليه في اوضه النوم. طيب انتهينا احنا دلوقتي من اوضه النوم. الجزء ده ان شاء الله هيبتدي بكره اعمال الطرطشه والمحاره، عشان هنسيبه فتره اسبوع او 10 ايام ويجي الراجل يعمل الكرانيش ويعمل السقف بالمصيص. هننتقل بعد كده للحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي اول تعديل اتعمل فيه ان احنا بالنسبه قلنا هنا هيركب الحوض، والحوض طبعا لازم هيبقى في امرايه، فاحنا سحبنا النقطه ديت ودككنا سلك جديد، وادي المسار الجديد اهوت، ورحلنا علبه الكهرباء عشان ما تبقاش كده فوق الحوض على اليمين. تمام. وراينا طبعا ان في مسافه كفايه بالنسبه لما الباب يفتح، يعني المسافه ديت الباب هيفتح، هيبقى المسافه ديت كافيه مش هتيجي على علبه الكهرباء، ولو جت عليها مفيش مشكلة يعني، عندي عملية إضاءة. تمام؟ بالنسبة للحمام ما كانش فيه مصدر تيار كهربي لتشغيل السخانة. أيوه، احنا جبنا علبة ماجيك وخدنا وصلة تيار كهربي. الوصلة ديت جاية من النقطة ديت، والنقطة ديت جاية واخدة تغذية من نقطة تانية. تمام؟ دلوقتي أنا بقدر أشغل السخان هنا عندي مفيش أي مشاكل. ادي النقطة الأولانية دي خاصة بالسخان، والنقطة الثانية ديت خاصة بتشغيل غسالة الملابس. يبقى احنا هنا أضفنا نقطتين جداد قوة، واحدة للسخان والثانية لمين؟ لغسالة الملابس. وأضفنا نقطة تشغيل عادية اللي هي النقطة اللي موجودة هنا. طب نتنقل بعد كده للمطبخ. احنا داخلين المطبخ اهوت. في المطبخ طبعا اضفنا نقطة تشغيل جديدة
عشان قلنا غسالة الأطباق هتبقى موجودة هنا تحت الرخامة، ودي مصدر الصرف بتاع اللي احنا استعرضناه قبل كده. تمام؟ وده بالنسبة للمطبخ، بس عملنا نقطة واحدة موجودة فيه. هنيجي بعد كده الجزئية ديت اللي كان كنت وريتها لك، اللي هي كان فيها الكابلات المطرية، أو احنا عملنا وصلة هنا، والسلوك اللي موجودة كلها جول كانت مطرية داخل الداخل الفليكس أو الهوز اللي موجود لغاية البواط بتاع التشغيل اللي هو موجود فوق. ده التعديلات اللي تمت، وفي تعديل هنا كمان تم بالنسبة للمراية. طبعا ادي النقطة القديمة كانت هنا اترحلت لهذا المكان، وادي المكان اللي هتركب فيه المراية جاية فوق الحوض مباشرة، هيركب هنا حوض. ده بالنسبة للي استعرضناه لأعمال نقاط التشغيل الإضافية لبعض المعدات اللي ما كانش مؤسس لها مصدر التيار الكهربي. كل ما هو مصدر إضاءة عملنا دوري لمبة، وتم عملية الاختبارات والتشغيل لجميع النقط اللي موجودة في الشقة بالكامل. تمام؟ أدهو في الصالة هنا، المكان ده برضه هنعمله اختبار، المكان ده اتعمل له هو كمان اختبار بالنسبة للتيار الكهربي. ادي النقطة التالتة اللي هي موجودة فوق الباب، وادي النقطة الرابعة اللي موجودة في المطرقة، وادي النقطة الخامسة. يعني احنا عملنا دلوقتي عملية تعديل واختبار لخمس نقط في السقف. وادي عم جرجس عمال يبص لي، وادي كمان عم عاطف موجود معايا عمال يبص لي. تمام؟ هنيجي اللي هي مصدر الخدمات اللي هو الدش والتليفون، موجود برضو السلوك ماشية ما فيش فيها اي مشكلة. طبعا لما يجي بقى التلفزيون والدش هنبقى نعمل ايه ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل عندنا. هنيجي بالنسبة زي ما انت شايف، او زي ما قلنا كل البواطات شلنا الاغطية بتاعتها لحين الانتهاء من اعمال النقاش، ودي جمعناها موجودة في كيس منفصل. مفاتيح التشغيل كلها برضو السلوك كلها اتفردت واتقاست واتجربت بلمبة الكهرباء اللي هي الاختبارات. هنيجي بس للوحة الرئيسية، هو في نقطة غبية مع الأسف الشديد، بس مش عارف هتظهر معاك في الكاميرا ولا لأ. هو المفاتيح طبعا الكلام ده كلام فاضي، انه جاي عامل جمبر 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 من كل نقطة للتانية، ده شغل عصابات وشغل كله كلام فاضي. بيجي بار نحاس وبناخد منها نقطة توزيع. طبعا هي ما فيش فيها اي مشكلة بالنسبة دي، هتتعمل ان شاء الله بعد انتهاء عملية الدهانات. هو زي ما تشوف احنا خلعنا البواط الرئيسي وشلناه عشان ما يتبهدلش. بيجي بقى من البحارة بيدخل يعمل عملية تقطيب للفترات او الفتحات اللي احنا شايفينها زي ديت، الاجزاء ديت هي الاجزاء البسيطة. تمام؟ فهذه كل المفاتيح كلها شغالة تمام. شكرا.